هذا مودك ووجعانك اللي داي خلقت منه على طول. ها؟ لك ليش؟ لك أنا شو عملت لك؟ شو سويت لك حتى شوف هذا الشيء؟ أنا ما عم صدق. أنا ما عملت معي غير كل خير. وانتي بتعرفي كتير منيح، واختك ورفيتك يعرفوا قديش انا بحبك. عشان بالنهاية شوفك فايتة مع رفيق. انا يا سيدي خلاص خلاص يا ندل يا وصخ. رفيقي مأمنك كنت على كل شيء. طلع مصاحب لي مرتي. اسمعوا لا قالوا لا انا اكبر من هيك. لكن تقلب هون دفنتك بارضك. بس انت واحد حشره وما بتستاهل انه الواحد يوسخ ايديه فيك. لا ولك نلا. انت بتعرف من زمان انه انا ما عاد حبيتك ولا صرت اسمع اسمك حتى. رفع راسي خلصي انت الثانية. ولك لك عين تحكي كمان. لك عين تحكي. لك فايتة مع اعز اصحابي مصاحبتي وفايتة على بيتي. لك عين تواجهيني وتحكي. ولك انا صار لي اسبوع عم حضر لك لمفاجأة. وليك اختك ورفيقتك شاهدين على كل شيء ولسه فيك الوقاحه انك تحكي معي وتردي لي جواب. ولك انا ما عملت غير الضمير وانت بتعرفي كثير منيح انه انا بحبك. بس طلعتي نتله نتله ووسخه وانانيه ما بتحبي لحالك. اسمعي بي اقسم بالله العظيم هلا بحسن اني ادفنك بارضك. بس وحده مثلك ما بتستاهل كمان اني وسخ ايدي فيها. تعملي حالك وهلا تنقلي برات بيتي. انت ما بتستاهلي غير الطلاق. هي الطلاق وبس. بصراحه يا نيرمين انا اليوم طلبت شوفك بدون ما تعرف سهاد، لأنه في شغلة شاغلت لي بالي كتير ومالي عارفان شو بدي ساوي. خير؟ عم اسمعك. سهاد ما بعرف شو صاير لي. متغيرة معي كتير. ضايجة. كل كلمة بحاكيها بتنفر مني. على طول معصبة. طلعت كتير هيك صفنت مع حالي. قلت ممكن أنا إنه هذا بيكون اكتئاب بعد الزواج، أو ممكن أنا بانشغالي عنا بحكم شغلي ودوامي وإني أنا بعدت عن علاقتنا كتير أنا وياها. ممكن تكون ضايجة، ممكن تكون منفورة مني من شيء ما بدها تقلي إياه وما عم تحسن تقلي إياه. قلت بما إنه أنت هيك رفيقتها وقريبة كتير منها ممكن تفهمي لي إنه شبه. والله يا أختي مشغولة، شوفت عيني صبح ومسا بهالشغل ونبيل يقبر قلبي ما عم يجيبني اتنفس. على طلعات وفوتات وسهرات وهدايا. اسكتي اسكتي يقبر قلبي ان شاء الله. عيالك ولسه متضايقه. حياتك كلها اكشن وسسبنس ومفاجات مو مثلي انا. كل نهار الله وكيلك مثلي اللي قبله. سهاد شو صاير بينك وبين سهري سامي؟ لك ما هو المشكلة إنه مو صاير شي ولا بيصير شي. لك حياتنا كلها روتينية ومملة ومنظمة هيك على البكلة. ما في شي بيخليك تنامي لتفيق الصبح مشانه. حاسة حالي ميتة طاقة عايشة بلا روح. سهاد والله فاجأتيني. شو صاير بينك وبينه؟ يعني سامي شخص جدا خلوق ومثالي، بعدين أنا بعرف إنه كتير بيحبك وكتير بتحبيه. شو صاير بينك وبينه؟ آه
انت عم تحكي عنه هيك لانك ما بتعرفي طباعه ولا عايشه معه ولا بتعرفي تفاصيله، ليك شايفتي خلوق ومثالي هو بجوز يكون هيك. لك بس يا اختي بارد بارد روتيني ممل. فيك تخيلي في حدا لهلا بيفتح التلفزيون من شان يشوف الاخبار، ولا بيمسك الجريده من شان يشوفها، واذا فتح الموبايل بيفتحه من شان يشوف اخر الاختراعات يلي صارت بالعالم. لك اشتهيت مره واحده بس يحكي لي نكته، لك نكته يضحكني حتى لو كانت سخيفه، نطلع نتمشى تحت المطر مثل الجدبان، ما بيهمه حتى اذا كنت طالعه حلوه وظابطه ولا لا. طيب حبيبتي شو رايك نجيب ولد هيك بتغير روتين حياتك كلياته؟ ولد؟ لك انا عم اقول لك متضايقه وضايق خلقي بتقلي نجيب ولد؟ لك الولد عذاب وهم ومسؤوليه شبك. طيب حبيبتي شو رايك انه سافر لشي مطرح ونغير شكل هيك؟ كمان مو هاد هو الحل، لان انا مو ضايق خلقي لا من البلد ولا من البيت، انا ضايق خلقي وقرفانه من الحياه كلها. طيب حبيبي فهميني، فهميني شو هو اللي ضايق خلقك فيه لحتى بركي بقدر انا انه ساعدك او اعمل اي شيء. بقول لك شيء وما بتزعل؟ قولي واكيد ما بزعل. اذا بتتركني لحالي. ايه يعني نبعد عن بعض فتره، انت بتعيش لحالك وانا بعيش لحالي وبنشوف بعدها شو بصير. طيب حبيبتي إذا أنت ملاقية هذا الشيء اللي حيكون بيريحك خلص أنا موافق مثل ما بدك، بركي هيك ترتاحي، بركي كمان نشتاق لبعضنا أكثر، بفك هذا ديان الخلق عني. حابب أقول لك شغلة قبل ما تمشي، إنه أنا اشتقت لك من هلا. صحيح. أنا ما عاد بدي أرجع لسامي، أنا كتير تعلقت فيك وعم فكر فيك طول الوقت وما عاد بدي إياه. بعدين شلون بدك يعني نرجع لبعض بعد ما وصلت اللقمة للتم؟ أنا برأيي إنه أنت لازم نظبط أمور شغلك ونرتبط بشكل رسمي. أوف 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 أوف، شو بشكل رسمي؟ ليك نحن حابين بعض وما أحلانا، ليك شو مروقين، شو بدنا بالزواج؟ يا أحلى بنك. ايه بس كمان يعني الحياة الزوجية والله فيها شيء حلو، مو معقول نضل هيك. شو قلتي لي دليا؟ حبيتها؟ الحياة الزوجية فيها شيء حلو؟ لكك تزوجتي وتزوجتي اللي بتحبيه، ولكك عم تدوري على واحد يعطيكي طاقة. على الحياة الزوجية في أحلى من الحب والرومانسية، ليش الالتزام؟ خلينا هيك رايقين، أنا زلمة بحب الرواق، مو خرج التزام أبدا. قلت لحالي بحاكيكي ونطلع مشوار، حاكم اكيد اكيد ضايج بغياب سامي عنك. شلون عرفتي انه سامي غايب عني؟ يي معقول ما اعرف؟ اكيد من الشغل، معقول ما اعرف انه هو مسافر، شبكي؟ سامي مسافر؟ ليش؟ لوين سافر؟ وايمت سافر؟ وايمت بده يرجع؟ لك معقول ما بتعرفي؟ المهم تسمعي، الشركة بعتته 3-4 أيام على دبي، وهالسفرة الله العليم في من وراها هالقد رزقة، وراح يرجع شخص ثاني تماما مختلف عن اللي بتعرفي، ويمكن يستلم شي منصب مرتب. نرمين، ليكون هو اللي طلب منك تحكي لي هذا الحكي؟ أعوذ بالله، شبكي؟ معقولة أنت؟ شو هالتفكير اللي عندك؟ حبيبتي أنا اللي جايبتي منك طلب. ماما مسافرة، قلت ياكي تيجي تنامي عندي اليوم، يعني انت لحالك وانا لحالي، ونلم نتسلى وننبسط، وبتعرفي انا بخاف نام لحالي. هلا انت متأكدة انه رح يضل بدبي 3-4 أيام؟ لك مليون بالمية، أنا وقعت ورقة المهمة بإيدي، شو بكي؟ إيه، مكان إذا هيك رح أجي نام عندك. والله لسهرك سهرة بتاخذ العيل وعمل لك أحلى نفس أركيلة، المهم، إيه شو اشتريتي آخر شي من السوق؟
لك تقبشي قلبي تقبشي قلبي، نورتي البيت. بتحبي تاكلي شيء هلا ولا تشربي؟ لا بناكل بناكل، حاسه حالي جوعانه كثير، بس دلليني ها بدي غدا مرتب. لك انا ميته من الجوع كمان. لكان هلا بس نخلص غدا شو حنعمل؟ حنعمل اركيله ونقعد بنسردها حكي وقصص. ماشي يا روحي يلا اوكي. الو يا حبيبي كيفك؟ بدي خبرك خبرية حلوة كتير. نيرمين قالت لي انه سامي مسافر على دبي شي 3-4 ايام. فعم اقول لحالي شو رايك بهذا الوقت؟ تجي لعندي على البيت ونقضي يوم سوا. يعني منجرب هيك نعيش مع بعض. بلكي بتغير رأيها. هذا مودك ووجعانك اللي دايق خلقك منه على طول. ها؟ لك ليش؟ لك أنا شو عملت لك؟ شو سويت لك حتى شوف هذا الشيء؟ أنا ما عم صدق. أنا ما عملت معك غير كل خير. وانت بتعرفي كتير منيح، واختك ورفيتك يعرفوا قديش انا بحبك. عشان بالنهاية شوفك فايتة مع رفيق. انا يا سلام. يا خلاص خلاص يا ندل يا وصخ. رفيقي مأمنك كنت على كل شيء. تطلع طلع مصاحب لي مرتي. اسمعوا لا قالوا لا انا اكبر من هيك. لكن تقلب هون دفنتك بارضك. بس انت واحد حشره وما بتستاهل ما بتستاهل انه الواحد يوسخ ايديه فيك. لا ولك لا. انت بتعرف من زمان انه انا ما عاد حبيتك ولا صرت اسمع اسمك حتى. لا تحرقني خلص انت الثانية. ولك لك عين تحكي كمان. لك عين تحكي. لك فايتة مع اعز اصحابي مصاحبتي وفايتة على بيتي. لك عين تواجهيني وتحكي. ولك انا صار لي اسبوع عم حضر لك لمفاجأة. وليك اختك ورفيقتك شاهدين على كل شيء ولسه فيك الوقاعة انك تحكي معي وتردي لي جواب. ولك انا ما عملت غير الضمير وانت بتعرفي كثير منيح انه انا بحبك. بس طلعتي ندلة ندلة ووسخة وانانية ما بتحبي لحالك. اسمعي مني اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم كنت انا هلا بحسن اني ادفنك بارضك. بس وحده مثلك ما بتستاهل كمان اني وسخ ايدي فيها. تعملي حالك وهلا تنقلي برات بيتي. انت ما بتستاهلي غير الطلاق. ايه الطلاق وبس. انت طالع 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 يلا نقلي.